والف مبروك طبعا لجماهير نادي الزمالك والمجلس الاداره واللاعبين طبعا والجهاز الفني كلهم منظومه في الفتره الاخرانيه دي. وبرضو عايز قبل ما اقول على المجلس واخص كل واحد، لا بخص كل واحد ساهم، بخص كل واحد ساهم في تحقيق هذا الانجاز الكبير. لو بتكلم في مجلس اداره، المجلس اداره المنتخب اللي احضر مجموعه اللعيبه المتميزين دولت، وانا كنت حاضر في نادي الزمالك، كنت موجود رئيس القطاعات هناك، وكان موجود طبعا مجلس اداره كان موجود على برئاسه المستشار مرتضى منصور، اللي هم جابوا مجموعه لعيبه مميزه جدا، كلنا نتذكر اشرف بن شرقي وساسي ومجموعه لاعبين مميزه جدا. بعد كده بقى مرورا بمجلس اداره طبعا المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام ابراهيم، كل المجموعه دي برده كانوا ساهموا بشكل برضو كبير، مرورا بقى بالنهاية بالكابتن حسين لبيب ومجلس الإدارة اللي موجود كله. يعني لا هتكلم في كابتن حسين سيد، هتكلم في الأستاذ محمد الأتريبي، هتكلم في الدكتور حسام مندوب، في كل المجموعة مش عايز أنسى حد بشكل كبير جدا. عملوا هدوء لنادي الزمالك في وقت صعب جدا، ملفات كانت شائكة جدا وكانت صعبة جدا، كان ممكن تأثر على مسيرة الفريق. صح، ملفات التجديد للعيبة، ولعيبة مهمين جدا من العناصر الأساسية في الفريق زي محمود حمد الونش وزي عبد الله جمعة وزي زيزو وزي بن شرقي، يعني عدد كبير من اللعيبة عملوا استقرار نفسي وفني للاعبين. النواحي الإدارية انعكست، هدوء النواحي الإدارية وإنجاز النواحي الإدارية انعكس على النواحي الفنية، وبالنسبة للجهاز الفني الأمور مشيت بشكل جيد جدا. أنا كنت واحد من الناس اللي كنت بشيد في التباين ما بين الموسم اللي فات والموسم ده. كنت دايما بشيد بلعيبة نادي الزمالك بشكل بأن في فريق محترم. صح، في كل الخطوط. صحيح. وبعدين جيت في سنة من السنين وبلقيت الدور العام بيروح دايما من نهاية الدور الأولاني، فكنت بنتقد لعيبة نادي الزمالك أن في مجموعة لعيبة كبيرة جدا عن مجموعة خبرات ومجموعة لعيبة مميزة جدا وما بيحاولوش النتائج أو الأهداف المرجوة أو بيسعدوا جماهيرهم بشكل كبير جدا. كان ما كانش فيه تركيز على بطولة الدوري العام. بطولة الدوري العام دي من أجمل اللحظات وأسعد اللحظات اللي أنا عشتها في نادي الزمالك لما أنا جبت دوري عام. لما جبت دوري عام، أول دوري عام ليا ده، أنا ما كنتش مصدق وأنا داخل ميدان سفينكس إن كله كان أبيض في أبيض، كله مش مصدق كل الكلام ده، لان انا كنت لسه جاي من المقاولين ورايح نادي الزمالك بجيب دوري عام، فبتشعر بسعاده الناس. صح. هي دي اسعد لحظه، نشوف الناس كلها سعيده ومبسوطه. جميل، ده بقول الناس يعني